جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجدت شيئا في الشارع في حدود 5 ريالات، هل آخذها أم أتركها، أم آخذها وأعرفها أو آخذها وأتصدق بثمنها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يبلغ 5 ريالات فهذه لقطة، تأخذها بشرط أن تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فأنت بالخيار، إن شئت أنفقتها وإن شئت تصدقت بها. نعم.